زوار ومتتبعي لو 360 سبور، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج ضيف الأسبوع. حلقة اليوم خصناها لمناقشة الحدث والمتمثل في تعرف المنتخب المغربي على منافسيه في دور مجموعات كأس إفريقيا للأمم. ومعنا لمناقشة الموضوع لاعب مغربي انطلق من البطولة الوطنية قبل أن يصول ويجول في كبار الأندية الأوروبية ثم البطولة القطرية. معنا اليوم المدافع الهداف طلال القرقوري. مرحبا بك سي طلال. شكرا على الاستضافة وشكرا على تلبية الدعوة. واجب. وقبل مناقشة الموضوع نذكركم بالمنتخبات اللي غادي تنافس المنتخب المغربي بدوري مجموعات كأس إفريقيا للأمم. سي طلال، يعني شنو رأي ديالك في المجموعة اللي وقع فيها المنتخب المغربي؟ كما جرت العادة، يعني عادة التصريحات تكون نفسها، يعني مجموعة قوية، مجموعة تضم المنتخب الإيفواري اللي هو غني عن كل تعريف، تضم كذلك المنتخب جمهورية الكونغو الذي احتل يعني الصف الثالث في كأس إفريقيا السابقة 2015، وكذلك المنتخب الطوغو. هذه المنتخبات يعني عودتنا على أن تلعب كرة حديثة، منتخبات قوية من الناحية البدنية، منتخبات تتشكل من عديد من اللاعبين الذين يلعبون في أحسن الفرق الأوروبية. الكل يتحدث اليوم على منتخب الإيفواري، أكيد أن المنتخب الإيفواري هو الأقوى في هذه المجموعة، لكن لا ننسى كذلك على أن تواجد المنتخب جمهورية الكونغو والطوغو فيعتبر فخ بالنسبة لي المنتخب الوطني. طيب بالنسبة لك، واش حنا المنتخب المغربي كيتوفر لهذيك التشكيلة اللي غادي نقدروا ننافسوا بها في الكأس الإفريقي؟ شخصيا ما أثار انتباهي في المقابلة الأخيرة ضد الغابون هو أن المدرب فاجأ المنتخب الغابوني بطريقة اللعب، أنه لعب بثلاث مدافعين في الارتكاز مع لاعبي الأطراف كأظهرة. أعتقد على أن المنتخب الوطني في الوضعية التي يعيشها اليوم يعني يستحسن أن يلعب بتلك الطريقة، يعني أن يلعب بثلاث مدافعين، لأن في كل مرة نلعب بأربع مدافعين. لا أقول على أننا نكون شيئا ما يعني متوسطين المستوى، لكن يستحسن في هذه المجموعة أن نلعب بثلاث مدافعين في خط الارتكاز. طيب إلا هدرنا باسم الحظوظ، يعني واش كتشوف المنتخب المغربي عنده الحظ باش يتجاوز هذيك اللعنة ديال الدور الأول اللي ديما كان؟ فكما قلت، يعني الحظوظ دائما وافرة بالنسبة لجميع المنتخبات. تحدثت قبل قليل عن مشاركة ثلاث مدافعين في الارتكاز، يستحسن أن نلعب بهذه الطريقة لأننا نكون أقوياء جيدا جدا في الناحية الدفاعية، وهذا ما يهم. يعني عندما تلعب المرحلة الأولى في كأس إفريقيا يجب أن يعني لا يدخل في مرماك أهداف، خصوصا في 15 دقيقة الأولى في المباراة الأولى، وكما يعلم الجميع المباراة الأولى هي مفتاح يعني انتقال المنتخب من مرحلة إلى أخرى بمعنويات مرتفعة. هذا ما شاهدناه في العديد من البطولات. كل ما يمكن قوله على أن المنتخب المغربي الحالي فيتشكل من عناصر أكثرهم مولودون في أوروبا، يعني خبرة الأدغال الإفريقية، اللعب في أجواء يعني حارة في يعني فيها رطوبة، هذه من الأشياء التي تعيق حاليا المنتخب المغربي عندما يلعب في إقصائيات كأس العالم، وكذلك حتى في الإقصائيات السابقة. طيب هذه النقطة سي طلال، يعني واش كتشوف باللي المنتخب المغربي كيفتقد هذاك اللاعب اللي غادي نقدروا نواجهوا به يعني المنتخبات الإفريقية، ولا هذاك اللاعب الإفريقي الصلب؟ لدينا كل الإمكانيات الفنية والتكتيكية، لأن المنتخب المغربي يتشكل من لاعبين تمدرسوا يعني في تكونوا في مراكز تكوين في أوروبا، هذه النقطة الإيجابية. فلهذا دائما نقول على أن المنتخب المغربي يجب أن يكون هناك مزيج بين اللاعب المحلي واللاعب المحترف. تفاجأت في المباراة الأخيرة لماذا لم يتم إقحام بعض العناصر المحلية، كان بإمكانهم يعني الدخول وتغيير حتى مجريات المباراة، في حين أن كان عقم المشكل الكبير للمنتخب المغربي هو الهجوم.
لا أتحدث عن لاعبي الأطراف ولكن أتحدث عن رأس الحربة. كان بإمكان المدرب أن يقحم أحد العناصر المحلية لكي يعني تشارك في هذه المباراة، لأن المنتخب المغربي كان أقوى بكثير من المنتخب الغابوني، كان أحسن منه بكثير من الناحية التكتيكية. ما كان ينقص هذا المنتخب هو اللمسة الأخيرة لتسجيل الأهداف. أتمنى أن لا نندم على الثلاث نقاط ضد المنتخب الغابوني. الجزء الثاني من البرنامج غادي نخصوه للحديث عن دورة 2004 واللي كان آخر منتخب فرح المغاربة. نخليكم مع هاد الصور. طيب سي طلال، بغينا نرجع معك شويه للدوره ديال 2004 اللي كيف ما قلنا كانت اخر دوره للشعب المغربي فرح بالمنتخب ديالو، رغم انه منين كانت هاد التشكيله هذه مشات كان كلشي كيتوقع غادي تخرج من الدور الاول، يعني ما كانش هذاك ما كناش كنتسناو منها شيء الكثير، يعني نقدروا نهضروا شي شويه على هاد التجربه هذه. تحدثتي على ان الكل كان يعتقد على ان المنتخب الوطني سيخرج من الدور الاول نظرا لقوه المنتخبات التي كانت ضمن المجموعه بين قوسين، فلهذا الغرض يعني لم يتم إعداد العدد المناسب من الأقمصة للمنتخب الوطني، لأن الكل كان يعلم على أن المنتخب الوطني سيأخذ يعني أول طائرة بعد نهاية الثلاث مباريات الأولى، ولكن الحمد لله بتضافر الجهود يعني من طرف الطاقم التقني، من طرف الطاقم الطبي، وكذلك المسؤولين الذين كانوا يعيشون معنا في نفس الفندق، وكذلك رجولية اللاعبين. هنا أرجع دائما إلى نفس الموضوع، يعني كان هناك مزيج بين اللاعب الذي لعب مع الفرق المغربية في الأدغال الإفريقية ومن ثم احترف، وكان مزيج بين وكان هناك عناصر يعني ولدت بأوروبا وترعرعت بمراكز التكوين هناك، يعني العقلية كانت مسبقا كانت احترافية بمعنى الكلمة، كانت هناك جدية سواء داخل التمارين أو خارج التمارين. لكن نقطة تحول هذه العقلية وهذه الروح بعد مباراة نيجيريا، يعني مباشرة بعد الفوز في المباراة الأولى كل شيء تغير، ولهذا دائما أركز وأقول في كل تصريحاتي على أن المباراة الأولى دائما هي مفتاح يعني انتقال من مرحلة المجموعة إلى المراحل المتقدمة. يعني الأجواء التي كانت تسود اللاعبين، كان هناك لاعب يتحدث بالإنجليزية، كان هناك لاعب يتحدث بالإسبانية، كان هناك لاعب يتحدث بالهولندية. احنا اللي تولدنا في المغرب كنا نتحدث معهم بكل اللغات بالإشارات يعني بشتى الطرق، لكن كانت الرسالة دائما تصل الى هؤلاء الى العناصر الوطنية. نعم نقدروا نفهموا من كلامك يعني كان السر هو الانسجام بين المجموعة والروح القتالية. انسجام بين اللاعبين كان واضح حتى في الفندق، يعني عندما يدخل أحد الصحفيين إلى 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 الفندق أو مسؤولين أو الجمهور كان يرى على أن مجموعة جالسة مع بعض، هذا يتحدث لغة والآخر يتحدث لغة أخرى، ورغم ذلك يلعبون نفس اللعبة. فالروح التي كانت تسود المجموعة هي نقطة قوة هذا المنتخب في 2004.
طيب ومن بعد العودة يعني كيفاش لقيتوا الأجواء، كيفاش لقيتوا الاستقبال في المغرب من بعد الإنجاز اللي حققته؟ باختصار يعني أجواء لن تنسى، يعني ما شاهدناه في يعني من المطار إلى مدينة الدار البيضاء، وكذلك من مطار أكادير إلى ساحة لا أتذكر الاسم الساحة، فكان شيء رائع، كان شيء رائع. طيب مسيو طلال كنشكرك بزاف على تلبية الدعوة ديالنا. شكرا على وجهي، بارك الله فيك. متتبعي وزوار موقع لو 360 سبور، شكرا على المتابعة وتسنونا في الحلقة القادمة.